هاي ما تشرح ناس لحتى فيها تشامل لأن غير موجود ولو موجود شكرا ونعتبر أي حاكم لا يلتزم بقرار سنة بغداد خائن كسلة. لما قلت لكم طرحنا انضرب بالقنابل الذرية أنتم مستعدين؟ الخشية من أن الأمريكان بالذات وحلفائهم يتآمرون على حساب العراق، ترى هذه احنا فلا يوم راحت من تفكيري من أول يوم للحرب إلى يومنا أبدا. بغداد 9 من أبريل عام 2003، ملايين الشاشات حول العالم تتابع مشهد الإطاحة بتمثال صدام حسين ونظامه الذي استمر لسنوات حكم فيها العراق بالحديد والنار. وكقطع الدومينو انهار سريعا نظام البعث بعد 3 أسابيع من الحرب المتواصلة التي انتهت باحتلال العراق. ومع هذا الانهيار السريع انهار أيضا جدار التعتيم الحديدي الذي صنعه نظام البعث على مدى نحو ربع قرن. أبريل عام 2003، وحدة خاصة من الجيش الأمريكي في مهمة في بغداد. الهدف البحث عن أدلة أو وثائق تثبت امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل لتبرير الحرب. في أثناء تلك المهمة عثرت القوات الأمريكية على أرشيف خطير، آلاف الساعات من التسجيلات السرية للاجتماعات والاتصالات بين صدام وأعضاء حزب البعث ومجلس قيادة الثورة وكبار ضباط جيشه. تم تجميع هذه الأوراق بإشراف مؤسسة الذاكرة العراقية بإدارة كنعان مكية. في أجواء من السرية والتكتم وصلت هذه الأشرطة إلى معهد التحليلات الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ليتم تفريغها ولتخضع بعدها لعمليات مراجعة دقيقة قبل نشرها بهدف إخفاء أي معلومات قد تلحق الضرر بأي أحد خارج دائرة نظام صدام أو تتسبب في إحراج دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه التسجيلات مهمة للغاية، ولا يوجد لها مثيل من بلد آخر في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، ولم تكن هناك مجموعة سجلات قابلة للمقارنة بها من حيث الملفات الصوتية سوى التسجيلات التي تم التقاطها من ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية. لكن بينما لدينا حوالي 2300 ملف صوتي وفيديو لصدام حسين مسجل على شريط، لدينا على ما أذكر 11 دقيقة فقط من تسجيل هتلر على شريط من اجتماعاته الخاصة. لذا فإن هذه السجلات توفر فرصة فريدة حقا لفهم الأعمال الداخلية لنظام استبدادي ودولة كانت بالفعل في قلب الكثير من القضايا المتعلقة بالحرب والسلام في الشرق الأوسط. ثم صنعنا النسخ الرقمية المتاحة من السجلات التي تم الاستيلاء عليها من عراق صدام حسين أو حتى من القاعدة والحركات التابعة لها. قمت أريد أمسح كل اللي قلته حتى لأنه ما طول واحد يتخذ قرار لازم وراها هاد يصير الواحد أقوى من الأسد. أتاحت هذه التسجيلات لمحللي وزارة الدفاع الأمريكية فرصة للتعرف أكثر على شخصية صدام حسين، الشخصية الأكثر جدلاً طوال فترة حكمه للعراق. تتيح التسجيلات تبصيرات مهمة بشأن صدام حسين وكيف كان يدير عالمه المكافيلي الذي خلقه هو بنفسه.
تظهر التسجيلات صدام حسين بوصفه رجلاً ذكياً يحلل السياسة العالمية، وتظهره أيضاً رجلاً مخدوعاً يرى العالم بمزيج يجمع بين الدهاء والهراء بحد وصف محللي وزارة الدفاع الأمريكية. فأحياناً يقول لحاشيته إن الولايات المتحدة كانت وراء الثورة الإيرانية، وفي بعض الأوقات يعتبر كتاب بروتوكولات حكام صهيون كتاباً مهماً لفهم إسرائيل. ظلت التسجيلات طي الكتمان إلى أن رفعت الولايات المتحدة عنها السرية بعدما يقارب 15 عاماً من احتلال العراق. صدرت الأشرطة في الأول من يناير عام 2017 في كتاب تحت عنوان أشرطة تسجيل صدام، الأعمال السرية لنظام استبدادي، وتم نشر أجزاء من هذه التسجيلات عبر موقع إدارة النزاع. لا نعرف الكثير عن آليات التسجيلات ولماذا تم الحرص على التسجيل، لكن وفق ما سمعناه وقرأناه من نصوص التسجيلات نفسها فإنها توضح حرص صدام على التسجيل. على سبيل المثال، في عام 1991 في أحد التسجيلات يتحدث صدام ومستشاروه عن عدد من الأشياء، وتتطرق تلك المحادثة إلى مسألة المفقودين الكويتيين والسعوديين الذين فقدوا أثناء احتلال الكويت. صدام يقول لمستشاريه: مهلاً، سنوقف الشريط لمدة دقيقة، هناك شيء أريد أن أخبركم به بشكل غير رسمي حول هذا الموضوع. ثم أوقفوا الشريط، وبمجرد استئناف الشريط يصبح موضوعاً مختلفاً. الواضح من ذلك أن صدام لم يكن يوقف الشريط بنفسه، كان لديه شخص آخر يفعل ذلك. في وقت لاحق من عام 1995 هناك تسجيل منفصل حيث يخبر صدام سكرتيره الشخصي أو يسأله ويقول له: مهلاً، ذكرني كيف توقف الشريط؟ تلك التسجيلات التي كشفت الكثير من أسرار فترة حكم صدام وأزاحت الستار عن الكثير من التفاصيل والكواليس عن إدارة النظام في العراق لقضايا عديدة، بعضها قلب المنطقة العربية والشرق الأوسط رأساً على عقب. توضح التسجيلات الطريقة التي تعامل بها صدام مع الأزمات، لدرجة أنه كان يتحدث أحياناً في نوبات الغضب التي تنتابه عن خطط لاغتيال بعض القادة العرب الذين كان على رأسهم الرئيس المصري محمد أنور السادات، الذي وصفه بالخائن بعد توقيعه لاتفاقية السلام مع إسرائيل، بل تجاوز ذلك لقتل من يدعم السادات. هذا منهج للدولة العراقية، سنطبقه حرفياً، ليس فلتت ولا زلت لسان، وإنما هو منهج موضوع للدولة العراقية بكل إمكانياتها وبكل مفردات السياسة. سنلتزم به وسنعتبر أي حاكم لا يلتزم بقرار قمة بغداد خائن كالسادات. ففي التسجيلات يحرض صدام على نظام الحكم في السودان، بل وقتل الرئيس جعفر النميري بسبب دعم النميري للسادات. لازم تصرحون تقولون نعم ابن نميري خائن، خائن كالسادات، شعب مطالب أن يثور عليه وأحنا مطالبين أن نطارده كالسادات وما نشوفه. ولا نخجل إطلاقا إذا ما أحد منكم راد أسلحة ويريد يقتل النميري أن يستلم هذه الأسلحة من سفارتنا في فرنسا رسمياً، ويقال أرسل من العراق، ويقول نعم أرسل من العراق، ولقتل النميري الخائن المجرم كسادات. هو لم يكن شخصاً مجنوناً، وأعتقد أنه أسيء وصفه على أنه مجنون، وهو لم يكن كذلك. يمكنه الاستماع، يمكن أن يكون عميق التفكير والبصيرة، بل كان هناك اجتماعات يختلف فيها المستشارون فيما بينهم ويقدمون له توصيات مختلفة، وأحياناً كانت توصيات غريبة لم تعجب صدام، ومع ذلك إلا أنه في بعض الأحيان كان يستمع. أخبر أحد المستشارين صدام ذات مرة: نحن بحاجة إلى الامتثال للمفتشين لأننا نحبك أكثر مما نحب برامج أسلحة الدمار الشامل لدينا،
أنت تعلم أن أفضل طريقة لحمايتك هي التخلص من أسلحة الدمار الشامل لدينا، لأن الأهم أن يكون لديك قائد أهم من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. الحرب العراقية الإيرانية واحدة من الملفات المهمة التي نالت نصيبها من هذه التسجيلات، وكشفت عن الاستراتيجية التي اتبعها النظام العراقي في إدارته لتلك الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1980 إلى 1988. الموقف الآن شلون مستقر؟ سجل التحام مستمر. زخم العدو شلون الآن مقارنة بقبل ساعة؟ أقل بدأ يفتر. تكشف التسريبات عن رسائل صدام حسين للنظام الإيراني قبل خوضه حرب الخليج الأولى ضد طهران، طالبا منهم مراجعة موقفهم للحيلولة دون وقوع الحرب. ترى من دخلنا المعركة هي إيران حسبني سفير قبل قرار المعركة. سفير يا ما كتبنا رسائل بدين حتى الخارجية حتى رفيق طارق ما شاف رفيق طارق كتب رسالة من حمالي ما كلفت يكتب رسالة أنا بيد أكتب رسالة. أقول لهم يا إخوان ترى اللي تعملوا حرب أرجوكم اسألوا الاختصاصيين القدامى في وزارة العدل، أنتوا جايين نظام جديد، وسأل القدامى في وزارة الداخلية العفو في وزارة الخارجية سيرشدوكم إلى ويبينونكم من الناحية القانونية إلى أن اللي يقومون به ضرب المدن واحتلال الأرض هو حرب. تكشف التسجيلات عن الدور الأمريكي في دعم إيران خلال فترات تلك الحرب، ويحكي صدام في هذه التسجيلات عن الطريقة التي تحكمت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية في مسار الحرب. ربما كان ذلك سبباً في زيادة النزعة التآمرية لدى صدام ضد الولايات المتحدة رغم إنكار أمريكا ذلك أكثر من مرة. سيتطور هذا العداء ويزداد بعد قضية إيران كونترا أو ما عرف باسم فضيحة إيران جيت، بعدما زودت الولايات المتحدة إيران بالعديد من الأسلحة التي وصلت طهران عبر إسرائيل، الطفل المدلل للشيطان الأكبر بحسب أدبيات الحكام الجدد لإيران. إذن اللي صار ما في مفاجأة، بس طريقته هي اللي بيها مفاجأة. الخشية من أن الأمريكان بالذات وحلفائهم يتآمرون على حساب العراق، أي بمعنى يعطون للتعنت الإيراني ثمن من سيادة العراق، ترى هذه إحنا فلا يوم راحت من تفكيري من أول يوم للحرب إلى يومنا هذا أبدا، وحذرين بيها إلى حد التفاصيل. Saddam certainly got angry and upset on occasion. There's no question about that. المؤكد أن صدام غضب وانزعج في بعض الأحيان، ليس هناك شك في ذلك. وويل للإنسان الذي غضب عليه صدام. كما تعلم، إحدى الحالات التي غضب فيها صدام كانت في أواخر الثمانينيات، عندما اكتشف أن طارق عزيز قد سمع أن هناك مؤامرة على العراق من الأمين العام للأمم المتحدة وأنه سوف يساعد طهران على صنع السلام على حساب بغداد. لم ينقل خبر هذه المؤامرة المحتملة إلى صدام. الأمر الذي أغضبه كثيراً. قال صدام: في أي وقت تسمع فيه أي نوع من المؤامرات ضدي عليك أن تخبرني بها. لم يخبره طارق عزيز لأنه كان يعتقد أنها قصة سخيفة لا أساس لها. قال صدام: انظر، لا يهمني إذا كنت وزير خارجيتي، لا يهمني من أنت، يمكنني استبدال أي شخص بما في ذلك أنت، لذا من الأفضل أن تخبرني. هذا مثال على الشعور بالضيق فقط. We'll be right back.
في اجتماع مسجل لصدام مع مستشاره بتاريخ 13 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 1986، يوضح صدام شكوكه في الجانب الأمريكي، حتى أنه يعتبر الثورة الإيرانية ما هي إلا صانعة أمريكية. إنه إحنا الآن بعد الآن راح نشك في دعوات أمريكا ونشك بحالة عملية. ريغان قال إنه إحنا نقترب إلى إيران عن طريق السلاح. ليش أقول يعني شنو الجانب الأمريكي بالفترة الأخيرة شنو أشك بيه؟ يعني 3 سنين الأخيرة يعني بداية الحرب طبعاً أكثر. اللي ما نشوفه منهم نشوفه بالحالة الإجمالية بالمنطقة الشمولية أمامنا. إذا الأمريكان يعرف أمريكا كانوا من السابق يسودون إيران بالأسلحة. الشيء الجديد هو القال الرفيق أنه يجي رئيس البيت الأبيض يقعد شلون يعقد الصفقة، لأنه هنا ثمن الصفقة يصير أعلى. طيب ليش دخل هو كرئيس للبيت الأبيض على الموضوع؟ دخل من الاعتبارات الإجمالية التالية: أولاً، إيران في حالة ضعف وليس في حالة قوة. 2، إيران ما بعد خميني اقتربت، يعني خميني يعيش 1000 سنة، يعني هو 87 الآن، مو معنى اقتربت يعني هو عملياً الآن خميني ليصبح خارج القرار. كان ينظر إلى أمريكا على أنها تآمرية على الدوام. كما تعلمون كانت هناك فترة بعد الكشف عن إيران كونترا كان يقول الأوغاد يتآمرون، وهذا اقتباس منه. كان هذا المصطلح الأوغاد المتآمرون هو نظرة صدام للولايات المتحدة. كانت مجموعة صدام تقول أشياء مثل أمريكا هي عدونا الرئيسي، وفي مناسبة أخرى وصف الولايات المتحدة بأنها الشيطان اللدود. الآن قامت الولايات المتحدة بأشياء معينة خلال حرب العراق الإيرانية لمساعدة بغداد ولمنع اجتياحها، لكن آراء صدام حول أمريكا لم تتغير كثيراً. حتى عندما عادت العلاقات بين الولايات المتحدة مع العراق، كان صدام يقول لمساعديه إنه ما زال غاضباً بسبب الأعمال الأمريكية. كان يقول: لا يمكننا الوثوق بهم. ثم يكمل صدام في تفنيد شكوكه في الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وطبيعة النظام الإيراني في عهد الخميني. الآن الجانب الخميني في القرار الحيوي والتطبيق العملي اليومي هو ابنه أحمد، مو خميني. شخصية خميني كيدير يعني القرار ويصنع القرار السياسي انتهت يعني. لكن هل قد ما يرى شيء بأنه يجري خارج رغبته ما عنده قدرة على التأثير؟ جواب: لا، ما زال عنده قدرة على التأثير، لكن التأثير بالاتجاه العام وليس بالتفاصيل. أحد أهم الملفات التي كشفت عنها هذه التسجيلات هو ما دار في الغرف المغلقة بين صدام وفريقه قبل وأثناء وبعد الغزو العراقي للكويت. وتكشف التسجيلات عن تعامل صدام مع هذه الحرب. في 7 من أغسطس/آب لعام 1990، وقبل يوم واحد من إعلان ضم الكويت إلى العراق، أمر صدام بنشر الهيروين بين أبناء الشعب الكويتي لتدميرهم ودفعهم للموت والانتحار. وفي الاجتماع نفسه الذي تم التصويت فيه بالإجماع على الوحدة مع الكويت، وبخ صدام كبار مساعديه وضباطه المعنيين بالملف الكويتي قائلاً: إذا سمعت أنكم لم تقطعوا لسان أي شخص يتكلم بريبة سأبدلكم، قولوا لهم إنكم عراقيون الآن، وإذا فتح أي فرد فمه أو أثار ضجة فعليكم أن تفرغوا الرصاص في حنجرته. تظهر تسجيلات أشرطة صدام أنه قبل أيام من غزو الكويت، كيف يشرح علي حسن المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين وأحد قيادي حزب البعث مبرر العراق لغزو الكويت: فجوز الله سبحانه وتعالى جعلنا لكل شيء سببه وجابهم ليمنح التنكفة، يعني عيد مجد العرب
الأمة والخير والإنسانية والإسلام، ويكون أداة فاعلة بيد الله سبحانه وتعالى. نحمد الله ونشكره أنه عشنا في هالزمن وهالمكانة الرفيعة في زمن يقودها الرجل العظيم الشجاع. مبررات ستختفي عندما يقف للمحاكمة بعد ذلك بسنوات. الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. الحمد لله. الحمد لله. جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية. يوضح صدام حسين في التسجيلات خوفه على الجبهة الداخلية في العراق قبل الحرب، ويحث فريقه على ضرورة الدعم النفسي لجنوده وهواجس صدام وشكوكه من قدرة الدفاع المدني على الصمود في ظل حالة الهلع التي بدأ يشعر بها سكان بغداد مع اقتراب الغزو. رفاق انطونا عاد مجال حشي وياكم. احنا هسه عماري اللي ما يقدر يصعد المعنويات نترجاه لا يخربط ويزغرن المعنويات. يعني ما يجوز انا احكي بالقيادة هالشكل، بس خل احكي وياكم هالشكل. يعني احنا شنو خوم صغار؟ اولا خضنا معركة طولت 8 سنين، كل واحد منا البعضنا تجعبر 50 والبعض من الآخر لا يمكن أنه أقل واحد بينا في كل هالقاعدين يكون أقل من 40. زي شنو ما نعرف شلون احنا نتعامل ويا الشعب؟ ما نعرف لما نرتكب خطأ في أسلوب نراجعه فوريا. يعني رجعنا في بغداد على الأقل إلى مرحلة بعض المعارك اللي يتبلبل بها الرأي العام في بغداد. من شنو معايرة؟ ليش؟ يعني من البداية قلت له يا رفيق عزت بشاربك تلحق لنا على الدفاع المدني، تمام؟ لا عندي هاجس انه الدفاع المدني راح يثبرنا. زي ليش؟ صاير علينا الشعاب متماسك وممتاز ومعنوياته ممتازة. على جانب آخر، توضح التسجيلات الأفكار التي جالت في عقل صدام حسين في كيفية تعامله مع الشعب العراقي وقت الحرب وخطط إخلاء المدن إذا ما اضطر لذلك أثناء الحرب. بحياتي كلها يعني مرة واحدة مخوفكم قبل المعركة وصلحتها بالطريقة اللي تعرفوا. لما قلت لكم ترى احنا نضرب بالقنابل الذريه، مو تقولون هسه تريدون الكويت وبعدين اذا تصير هذه ينشأ عندكم راي اخر. انتم مستعدين؟ جاوبتوني مستعدين. وبعدين صلحت، قمت اريد امسح كل اللي قلته حتى لانه ما طول واحد يتخذ قرار لازم وراها عاد يصير الواحد اقوى من الاسد. شعب بالدكتور وبالفيلسوف وبالشاعر وبالمغني وبالرقيق الحس وباللي يعني الجلد وبال يعني الضعيف وبالى اخره. قبيل أيام من بدء حرب عاصفة الصحراء لعام 1991، في اجتماع مسجل عقده صدام مع عدد من المسؤولين، كشف صدام عن نيته ضربة الأبيب، بل تعداه إلى قصف السعودية وتحديداً مدينتي الرياض وجدة بالأسلحة الجرثومية. مثل ما اتفقنا قبل تكون هذه الأعصاب نحتفظ بحلقات الحيوية مالتنا، بس اليوم لمعلوماتكم ترى تل أبيب والمدن الرئيسية بإسرائيل راح تنضرب بالصواريخ كلها تتشمش المعركة. احنا ضربنا 6 أهداف السعودية وبعض المصافي السعودية وراها، ترى راح ندار على المدن السعودية. بقينا أن نركز على إسرائيل أن نكسر عظم بنت أمريكا، خلى الغرب كله يحج ينقل الموت اللي صار فيه، وراها نقسم نوزع شيء يستمر يشغل إسرائيل وشيء يستمر يشغل السعودية. يعني الرياض جدة يعني كل المدن اللي صواريخ بتصلها راح نضربها عدا مكة المكرمة والمدينة طبعا هذه ما لها.
صدام was not happy in the 1990s. لم يكن صدام سعيدا في منتصف التسعينيات عندما أطلعه بعض المستشارين على الأخبار بأن المسؤولين الأردنيين كانوا يشجعون العراقيين على صنع السلام مع إسرائيل. على ما يبدو قال مسؤولون أردنيون لنظرائهم العراقيين إن طريقة إنهاء العقوبات والعقوبات الاقتصادية وعمليات التفتيش هي تحقيق السلام مع إسرائيل. من المؤكد أن ذلك سيظهر لواشنطن أن بغداد قد فتحت ورقة تساهل ولم يعد النظام كما كان عليه من قبل. صدام لم يعجبه هذا إطلاقاً وأخبر المستشارين ألا يذكروا هذا الشيء له مرة أخرى. هذا لن يحدث. في اجتماع في 23 من فبراير لعام 1991 وقبيل ساعات من بدء التحالف المؤلف من 33 دولة بقيادة أمريكية، بحث صدام مع معاونيه إمكانية سحب قواته البرية من الكويت وإقامة ديمقراطية وطنية هناك، لكن الأحداث كانت تتسارع بشكل كبير. This will not stand. This will not stand, this aggression against Kuwait. وفي تسجيل له في اليوم التالي يتحدث الرئيس العراقي ومعاونوه عن بدء العمليات البرية للتحالف الذي عرف باسم عاصفة الصحراء. اعتبر صدام أن اختيار هذا التوقيت مجرد لعبة سياسية وأنه يرتبط بمحاولة الرئيس جورج بوش الأب الإفلات من المبادرة السوفيتية التي كانت تنص على وقف فوري لإطلاق النار. بعد تحرير الكويت فرض حصار اقتصادي على العراق، ومنذ عام 1991 ظل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يطالب بتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى كثمن للسلام. من الضروري أن كل جهاز استخبارات في العالم في ذلك الوقت قد آمن أن صدام لديه أسلحة نووية. نعم، لم تثبت صحة ذلك، لكن على كل حال إعطاء احتمالية لشن هجمات إرهابية أخرى على الولايات المتحدة أو حلفائها أدى إلى اتخاذ القرار بمهاجمة العراق. أنا لا أعتقد أن هذا القرار كان لأسباب سياسية. أعتقد أن الشق السياسي كان حاضراً أثناء المناقشات، لكن في نهاية الأمر المسألة كانت مسألة أمن قومي بشكل قاطع. وبعد مرور 12 عاماً وبالتحديد في أبريل عام 2003 عاد تحالف آخر بقيادة الولايات المتحدة أيضاً وتحت غطاء الحجة نفسها يطيح بصدام حسين ونظامه. في البداية الحرب جرت بشكل تكتيكي على مدار 8 سنوات حينما سحبت الولايات المتحدة قواتها خارج العراق. أما الأمر الثاني فهو أنه من السهل جدا أن تنظر إلى الخلف بعد الحرب وتقول لأنه يعني صدام لم يكن لديه أسلحة نووية أو أنه لم نعثر على أسلحة نووية، لم يكن ينبغي شن تلك الحرب. هل كنا نعلم وقتها ما نعلمه الآن؟ هذا لا يعني بالضرورة، وإنما بشكل احتمالي كبير أن الولايات المتحدة لم تكن لتشن تلك العمليات العسكرية وتتخلص من صدام حسين. كان صدام يكن عداء لكل من الرئيس المصري والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، فهما بنظره كانا وراء قرار دعم الجامعة العربية للتحالف الدولي ضد بلاده. في أحد التسجيلات يقول صدام إن المسؤول الأول عن جلب قوات التحالف إلى المنطقة والمشاكل التي وقع فيها العراق هو الرئيس المصري حسني مبارك ثم الملك فهد، مبدياً رغبته في تدبير محاولات اغتيال للرجلين. وفي اجتماع لصدام مع مستشارين عقد في منتصف التسعينيات كان الحديث يدور حول ترويج مبارك لنفسه كقائد للعالم العربي، وهو ما قابله صدام بتهكم وسخرية. كان صدام دائما يرى أن زعامة العرب بعد وفاة عبد الناصر كانت محسومة له ولقيادة حزب البعث العراقي. أعتقد أن السبب الرئيسي وراء تسجيله للاجتماعات
هو الحفاظ على سجل عن عظمته. كثيراً ما يقال إن الأولوية الأولى لصدام كانت الاستيلاء على السلطة والمحافظة عليها، وأعتقد أن هذا صحيح على الأرجح. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فإن الرقم الثاني كان بالتأكيد يتعلق بإرثه والحفاظ على إرثه للأجيال القادمة. لذا فإن تسجيل هذه الاجتماعات سيوفر المواد التي ستروى بها هذه القصص لاحقاً. من ناحية أخرى، صدام لم يكن يتوقع أبداً أن يفقد السيطرة على هذه السجلات أو أن تكون تحت سيطرة أي شخص آخر غير نظامه وأنظمته. كان صدام حسين مولعاً بنفسه، حتى قارن نفسه بحامورابي ونبوخذ نصر. كان يهدف من هذه التسجيلات إلى توثيق عظمته، لكنها كانت فرصة أن نستمع لصوته العالي وأفكاره وهواجسه، إذ وفرت تلك التسريبات مقاربة أكثر دقة ومصداقية لشخصية ومواقف صدام حسين، الشخصية الأكثر جدلاً لأكثر من نصف قرن، كما كسرت جدار التعتيم الحديدي لنظام البعث.